منظمة الطلائع يلي يمكن صلى من 2011 ما شفنا مخيم الطلائع عاد من جديد بنسخة جديدة هذا العام لأطفالنا ورواد الطلائع بالذات، وهذا العام كان بطرطوس عودة جميلة جدا وتعكس قديش المنظمة مهتمة بأطفالنا. صحيح سلمى، واليوم عودة المعسكر هو شيء كتير ضروري لرواد الطلائع، والمخيم ضم أساساً رواد الطلائع يلي انضموا له وكان بمحافظة طرطوس، وبداية مميزة لعودة نشاط من أهم الأنشطة يلي عم تقوم فيها حالياً منظمة الطلائع. وأكيد لحتى نتعرف على تفاصيل أكثر معنا بالاستديو الرفيقة نعمة شدود رئيسة مكتبية الثقافة والإعلام. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، يا أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباحكم. أول شيء يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني بالأيام الماضية كنا عم نتابع على صفحة منظمة الطلائع على السوشيال ميديا عودة هذا المخيم، خلينا نحكي أكثر عن تفاصيله، العدد، التنظيم، كيف قدرتوا ترجعوا هاي الفكرة اللي صلنا تقريبا هلأ 13 سنة تمام. محرومين منها الأطفال. تمام. للحقيقة المخيمات الترفيهية للأطفال الرواد منظمة طلائع البعث هي من الأنشطة الأساسية اللي بتقوم فيها كانت المنظمة منذ تأسيسها خلال العطلة الصيفية لأطفالنا. طبعا بسبب الحرب الإرهابية الظالمة على بلدنا والعقوبات الاقتصادية الجائرة وكثير من الظروف خرجت معظم المخيمات عن الخدمة بحاجة لإعادة بنية تحتية وكثير تفاصيل. تمام. السنة بالتعاون مع وزارة السياحة اللي متوجه لها بشكل كتير كبير، قدرت قيادة منظمة طلائع البعث بالتعاون مع وزارة السياحة من إقامة المخيم الترفيهي الأول لأطفالنا رواد منظمة طلائع البعث لعام 2023، الرواد اللي قدروا يفوزوا على مستوى الجمهورية العربية السورية بكافة الاختصاصات. طبعا العدد الرواد هم 333 رائد ورائدة. قسمنا المخيم لدورتين، مخيم أول ومخيم ثاني. المخيم الأول أقمناه ب 29 الشهر إلى 3 الشهر، المخيم الثاني هو ب 6 شهر بقينا إلى 9 شهر إن شاء الله. طبعا المخيم مليان أنشطة، هو برنامجه مضغوط مليان بالأنشطة الترفيهية الهادفة لأطفالنا، يعني الأنشطة الرياضية، الأنشطة الفنية والموسيقية، أي شيء بيعمل على تنمية مواهبهم، بالإضافة للرحلات ضمن المحافظة لحتى يتعرفوا فيها على محافظة طرطوس، حفلات السمر اللي بيتجمعوا فيها الأطفال وبيغنوا مع بعض وبيرقصوا مع بعض وبيعملوا ذكريات حلوة، بالإضافة للتخييم وإيقاد شعلة الصداقة والتعارف وحديث الذكريات الجميل. يعني النشاط بصراحة يعني لقى الكثير من الاهتمام من قيادة المنظمة والدعم من وزارة السياحة. استنفرت الكوادر بمحافظة طرطوس، رفاقنا المشرفين المرافقين للأطفال من محافظاتهم اللي اجوا، التأكيد على عوامل السلامة والأمان لأطفالنا. فيعني كانت الجهود خلينا نقول يعني متضافرة لحتى نقدر نطلع بهيدا العمل او بهيدا المخيم الجميل. نحن هلا نحن والمشاهدين تشوقنا لحتى نشوف كيف كانت الاجواء، ورهيك رح نتابع مقتطفات من المخيم ضمن هالريبورتاج.
شوقتونا نروح مع الأطفال والرواد. خلينا نتعرف أكثر أستاذة نعمة، هل رح يكون هذا المخيم السنوي يعني ولا لا السنة قدرنا نعمل، بجوز السنة جاية نستنى رعاية أو شيء؟ هلأ طبعاً يعني نحن بنأمل إنه نحن كل سنة نقدر نقوم بأكثر من مخيم، مو بس هيدا المخيم، أكثر من مخيم، وحتى إنه نحن نقدر نعمل مخيم خارج القطر كمان. يعني عم نسعى نحن كمنظمة، كقيادة منظمة، عم نسعى جهدنا أي رعاية تجينا، أي دعم بيجينا هو يتوجه لأنشطة الأطفال. فنحن حريصين أنه نحن دائماً نقدم هيك نوع من الأنشطة لأطفالنا، فيعني نحن بنوعد حسب إمكانياتنا، وإن شاء الله دائماً، لأنه هدفنا نحن المجتمع المحلي كتير مؤمن فينا، وزارات حكومتنا كلهم مؤمنين فينا وشركاء وداعمين لإلنا نحن كمنظمة. فبالتالي نحن عملنا إن شاء الله ما بيوقف، ودائماً رح تكون في أنشطة جديدة ونستهدف فيها أطفالنا. ذكرتي كمان أنه المخيم ما هو رح ينقسم إلى قسمين، خلصنا هلأ من الأول وانتهينا منه، خلينا ننتقل للثاني ونتعرف منك كيف كان عدد الأطفال، يعني كتير هائل والمشاركين فيه؟ لا يعني للأمانة الأطفال المشاركين كانت نسبة كتير عالية، يعني الاعتذارات اللي صارت هي لأسباب وظروف تكون عائلية، أطفال بداعي السفر، أطفال صارت عندهم حالات معينة. يعني أنا بالمخيم الأول عندي 130 طفل كانوا مشاركين معي، وهلأ بالمخيم الثاني عندي 148 طفل مشاركين. تمام، أنت عم تحكي عن محافظات سوريا، يعني المخيم الأول كان عندي السويداء، القنيطرة، درعا، دمشق، ريف دمشق، حمص، إدلب والرقة. تمام، بالمخيم الثاني هنا باقي المحافظات، حلب، حماة، اللاذقية، طرطوس، يعني دير الزور. فنحن كل أطفال المشاركين بكافة الاختصاصات من كل المحافظات السورية مشاركين معنا، فنسبة الاعتذارات كتير قليلة. أستاذة نعمة، يعني اللي بيميز يمكن هاي المخيمات إنه هي، كنا عم نحكي قبل شوي بفقرة مع الأستاذ محمود عن قدي مهم اليوم الاشتراك الطفل بنشاطات وفعاليات، لأنه هي بتنمي كسلوك، بتنميه بقلب المجتمع، بتخليه فاعل. نحن بنعرف إنه منظمة الطلائع تسعى دائماً لبناء شخصية الأطفال، مو بس إنه هو عم يشترك بفعالية معينة، إن كانت رسم ولا قراءة ولا موسيقى، لا، نحن عم نشتغل على بناء هذا الطفل من هو وصغير لحتى يطلع فاعل بالمجتمع. قدي ركزتوا على هاي الفعاليات؟ ونحن شفنا تقريبا اغلب الفعاليات اللي ممكن يعملوها الاطفال هي كانت موجوده ضمن المخيم. تمام صديقتي، هلا التعريف منظمه الطلائع البعث انه هي منظمه تربويه وطنيه اجتماعيه هادفه. تمام، فنحن رسالتنا الاولى هي رساله وطنيه وتربويه واجتماعيه، فانشطتنا دائما عم بيكون في لها هيدون الاهداف الثلاثه. نحن اليوم النشاط التخييم او المخيم الترفيهي هذا الهدف الاساسي منه لحتى اطفالنا ينموا شخصيتهم، يصنعوا ذكريات مشتركه مع رفقاتهم، يتعرفوا على بعض، يختبروا حالهم بعيد عن اهلهم. تمام، وهذا الشيء بيعمل على تنمية وتقوية شخصية الطفل. فنحن دائما أنشطتنا بالمنظمة سواء المخيم أو غيره من الأنشطة اللي حضرتكم تعرفوها، هي دائما تعمل وبتسعى على تنمية الشخصية المتوازنة نفسيا وانفعاليا وسلوكيا. ممكن كمان يكون في كتير من الأطفال عندهم يمكن شوية خلل أو نفسيتهم أو عندهم شوية اضطرابات، كمان كنا عم نحكي إنه هذا الشيء بيساعدهم لحتى يصحوا هنن من حالهم. صحيح، ويندمجوا مع الأطفال. اللي كيف كان لقيتي تفاعل الأطفال أكثر مع بعضهم؟ لقيتي في شيء مثلا ما هو طبيعي، صار في شيء مشاكل أطفال عندهم ما تقبلوا الجو، ولا الكل كان حابب وندمج؟ لا، بنتعرض نحن دائما لبعض المواقف اللي بيكون فيها الأطفال ما لهم اجتماعيين او بيستغربوا. تمام، وصارت معنا نحن هيدون الحالات اول ما اجوا الاطفال على المخيم. ولكن انت اليوم نحن في عنا كوادر ومشرفين مؤهلين ومدربين لتعامل مع الطفل ومع هيك حالات. مثلا في عندك اطفال ما بتعرف، ما هي عندها رفيق واحد، اذا ما كان هذا رفيق هي ما بتعرف تتعامل وتتواصل مع غيره. فنحن هون دورنا كمشرفين كيف نقدر نخليه يندمج مع باقي الاطفال ويكون صداقات، فتجاوزنا هاي العقبه. في اطفال بتيجي بتقول لك انا ما بدي اكل هاي الاكله،
هذا الاكل ما بحبه، بدي اكل شيبس، بدي اكل كذا. كمان نحن كمشرفين في عنا اسلوب وطريقه بالتعامل مع الاطفال، انه نحن نرغبهم نحمسهم لحتى مثلا ياكلوا او لحتى يشتركوا بالنشاط اللي نحن قايمين فيه. فهذا الشيء هيدا العقبات نحن فورا بنتجاوزها بقوه الكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل مع الأطفال. حلو كتير، نتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله كمان بنشوف نسخة تانية من المخيم قريبا تكون موفقة مثل النسخة الأولى. شكرا لك أستاذ نعمة، وتحية كبيرة لكل الرفاق ضمن المنظمة يلي عم يشتغلوا وعم بيكونوا جاهزين دائما مع أطفالنا. شكرا لك. طبعا أنا بدي أتوجه بالشكر بداية لوزارة السياحة اللي كانت الداعم الأساسي لنا بهيدا الفعالية، لوزارة التربية الشريك الأساسي، لكافة الوزارات، وزارة الإعلام، وزارة الثقافة، وزارة الخارجية أيضا، لكل الوزارات اللي بتشارك منظمة طلائع البعث. والشكر الأكبر هنن للأسر وللأهالي وللأطفال المؤمنين بمنظمة طلائع البعث، اللي هنن بيبعتوا أطفالهم مع المنظمة لإيمانهم فيها وبرسالتها الحقيقية. فكل الشكر لألهم ولألكم. أكيد كل الشكر لجميع الوزارات الداعمة، وكل شكر كمان لإلك أستاذة نعمة. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيكم.